السؤال الثالث يقولان: عند إقامة الصلاة وعندما يقول الإمام العبارات التي يقصد منها تسوية الصفوف كقوله استقيموا واعتدلوا، يقول المأمومون بصوت منخفض: استقمنا واعتدلنا وعلى الله توكلنا، فما صحة هذا القول؟ لا أصل لهذا القول، فلا ينبغي أن يقال، لأنه لا دليل عليه في هذه الحالة. والأصل في الأدعية والعبادات أن تتوقف على الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا دليل فيجب تركه. نعم.